شرحنا للمبعوث الأمريكي كل شيء بالتفصيل، ونأمل خلال الفترة القليلة القادمة أن نبقى على اتصال معه من أجل أن يعطينا جوابا من قبل الإسرائيليين حول مطالب الأسرى لنقدمها الليلة إن شاء الله في المجلس الثوري، أو غدا سيكون بحثها. القضية طبعا أصبحت صعبة جدا وحساسة جدا، ولذلك يجب أن نجد حلولا بما يضمن حقوق الأسرى، الحقوق التي طالبوا بها، ونحن نعرف وكل العالم يعرف أنها مطالب إنسانية. لا يوجد لدى إسرائيل أي مبرر لترفض هذه المطالب، خاصة وأنها جميعها كانت موجودة لدى الأسرى في الماضي، ولكن يبدو أن إسرائيل تحاول أن تعاقب أسرانا أو تعاقبنا بأسرانا وترفض هذه المطالب.